بعيون البراءة ونظرة السبا تولد مرحلة هامة في حياة سلسبيل، هاته الفتاة الصغيرة التي تفتتح اليوم أولى أيامها في الدراسة. لم تغفل سلسبيل البالغة من العمر 6 سنوات عن استعدادها الكامل للسنة الدراسية. مداعتها الوردية، ثيابها الأنيقة، تسريحة شعرها ومحفظتها الجميلة الحاملة لأدواتها المتنوعة تبعث النشاط في نفسية سلسبيل. فها هي تضع أدواتها في المحفظة وتتثبت من وجود كل شيء حتى لا ينقص شيء، وتكون مستعدة تمام الاستعداد. فرحانة، نحب نمشي نقرأ، نحب نشوف صحابي. تغادر سلسبيل البيت باتجاه المدرسة والبسمة تملأ وجهها والفرحة تغمر عينيها. تدخل سلسبيل المدرسة والخوف والسرور يتنازعانها، ومع ذلك تتقدم نحو الصف لتلتحق بزملائها وتؤدي تحية العلم. ولا يبقى أمام سلسبيل سوى الدخول إلى القسم والجلوس على مقعد الدراسة مؤدية التحية لمعلمتها. وتبدأ سلسبيل يومها الدراسي الأول، يوم ملون بأمنية النجاح والحصول على نتائج مشرفة تسعد قلب أم تركت كيانها مع ابنتها.